ايه الجيران الابيض والمتوسط؟ وهنتكلم عن حوض النيل بعد كده بشكل منفصل، بس ايه الجيران اللي في البحر الابيض والبحر المتوسط والبحر الاحمر والبحر الابيض اللي حضرتك تقدر تقول انه واخدين دايما علامات متميزه في العلاقات معاهم؟ لو خدنا البحر الاحمر، ده بحيره عربيه على شاطئي دولتين عربيتين اساسيتين، هي المملكه العربيه السعوديه ومصر. طبعا السودان وباقي الدول الافريقيه اللي مطله على البحر الاحمر او اجزاء من جنوب الجزيره العربيه، لكن الدولتين الرئيسيتين بالتاكيد هما مصر والمملكه العربيه السعوديه. ولذلك امن الامر البحر الاحمر امن مشترك، امن عربي مشترك، خصوصا ان قناه السويس في شماله وباب المندب في جنوبه، وبالتالي السيطره عليه يبقى ان تكون سيطره عربيه كامله. وحتى لما كانت بتحصل عمليات القرصنه في ايام الاضطرابات في الصومال، كنا بنشعر دائما انها مسؤوليه مشتركه بيننا وبين الجيران الكبار في الحفاظ على امن البحر الاحمر وسلامه الملاحه فيه. والعلاقات المصريه السعوديه احنا عملنا عنها حلقه كامله، دايما متفرده زي ما حضرتك الى حد كبير جدا. طبعا علاقه تاريخيه، وزي ما كنت بقول ساعات السفير دلوقتي يوسف النوالي انه قبل ما نيجي مصر، السعودي ما يجي بيبقى قرا عن مصر وعارف عنها، بتبقى مصر راحت له. وبرضه المصري بيبقى عارف تفاصيل حتى من اسلامه ومن عروبته الكثير عن المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي لا يشعر احدهما بالغربه في المكان الثاني. ده بالنسبه لحوض البحر الاحمر. عندنا حوض البحر الابيض فوق وحوض النيل تحت، حوضين الابيض مختلفين تماما. حوض الابيض ده بقى اللي بيطل على الثقافات الغربيه في شرقه مجموعه دول الشام كما هو معروف، والجانب التركي وفلسطين الى اخره، وعلى الجانب الاخر هناك دول ذات اهميه كبيره، مشكلات اليونان، ايطاليا، اسبانيا. مشكلتنا مع جيراننا في المتوسط اكبر من مشكلتنا مع جيراننا على الاحمر. يعني ارجو انه ما يكونش ده تصور قائم في الحالتين، لان احنا برضو كنا بنتمتع دائما بقدر من الوئام والسيطره في البحر الابيض من زمان، وكان الاسطول المصري اسطول قديم، القوى البحريه المصريه، فكان لها قدر كبير جدا من السيطره شرق المتوسط، مش بس من ايام محمد علي، لا بعد ذلك ولسنوات طويله ظلت هذه السيطره قائمه، ولا زلنا حتى الان نحتفظ ب واحد من افضل الاسلحه البحريه سلاح البحري في العالم، وهو لم يتلقى اي هزائم في حروب مصر السابقه التي منينا فيها بخسائر. كان يظل هو دائما في الطليعه، وهو اللي يقدر يضرب ايلات ويغرقها، هو اللي يسيطر على كذا وما يحصلوش كذا، يعني هو سلاح يجب ان نعتز به، مشرف للغايه.